هلو بنات، كيفكم حبايبي؟ هلو يا حلوين وهلو يا عسل. اليوم بدنا نطبخ طبخة برياني، بس البرياني هاي المرة على طريقتي أنا عشان أختصر حالي أي تعليق. مش هيك البرياني بس اسمعوا جربوها، كتير كتير زاكية وكتير سهلة. هلا حضرت البهارات. أول إشي رح أعمل بنات، رح أقلل البهارات أحطهم بالزيت عشان أنا بدي تطلع نكهة البهارات بالزيت، عشان بدي أقلل الجاج فوقيها. قليت زبيب وقليت الجوز اللوز سوري عشان يكونوا جاهزين، رح أحطهم على جنب. وهلا تعالوا نبلش الطبخة. هلا البهارات رح احطها على الطبخه، رح تكون بصله، تومه، لومي، ورق غار، وعدان قرفه، ورح احط كمان معلقه كزبره مطحونه، معلقه بهارات برياني، ربع معلقه من كبش القرنفل، معلقه صغيره حب كزبره، هيل مطحون، كركم نتفه، فلفل اسود نتفه، وعدان وقرفه مطحونه كمان نتفه، زنجبيل معلقه، بابريكا معلقه، وبس. هلا بدنا نحطهم بالصينيه. اول خطوه لازم نعملها نقلي البهارات بالزيت. اكدنا انه البهارات تقلت، رح ابلش انزل الجاج يتقلى مع البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنات انا جبت الجاج بدون جلد، جبت دجاجة مقطعة 8 قطع وجاجة 4 قطع عشان في عندي الولاد صغار ما بيرضوا ياكلوا قطعة كاملة، فقلت بقسمها هيك اريح لي. انا بالعادة بعير لكل دجاجة معلقة ملح، هلا رح احط معلقتين ملح عشان يطلع معنا الطعم مزبوط. نكمل الطبخة. شو بدنا نحط؟ رح احط لها تقريبا 3 معالق لبن كبار. طبعا اللبن بنات بيطر الجاج. 3 معالق لبن كبار. يا ستي خلينا نحط 4 معلقتين لكل جاجة. بسم الله. ورح احط كمان معلقتين كبار مية بندورة او دبس بندورة، ما بعرف شو بتقوله. اوكي؟ زي هيك. هتتقلى 5 دقايق بالضبط مع اللبن والمية البندوره، بعدها رح احط له. هلا بعد ما تقلى الجاج مع البندوره، بسم الله الرحمن الرحيم، رح نضيف له مي مغليه يا دوب، ما منكتر كتير، غمره بس زي هيك. شايفين؟ هلا بنحركه دقيقه ونخليه يستوي على راحته. تمام، بس يستوي نشوف شو رح نعمل بالتفصيل، رح اورجيكم. احنا ما بدنا مي كتير، تقدروا تزيدوا شويه صغيره إذا بتحبوا عشان يطلع مستوي معكم على الأكيد، بس أنا هيك بكفيني. طبعاً بدي أحضر شوية زعفران، صبغة زعفران مع ماء الكادي. بنات هذا ماء الكادي بستخدمه، هيك رح يصير لونه. طبعاً أنتوا الألوان بدكم إياها بتقدروا تستخدموها. هلأ المي رح أسلق فيها الرز، حطيت فيها هيل وورق غار وعدان قرفة بس. تمام، رح أستخدم اليوم رز الوليمة، أجرب طعمه كيف، أول مرة رح أستخدمه. تمام، هلا رح احطه، رح اغسله ورح احطه فوق المي بالضبط. الجاج قرب يستوي تقريبا. حطيت الرز مع المي، بخليه هلا يغلي شوي وبدي اياه يستوي نص استوى. اوكي، على راحته، والمي تبعته هاي كلها رح نكبها. هلا نقصت المرقه تاعت الجاج زي ما انتم شايفين، طلع قديش خليت يا دوب بس شوي في القاع، وهي المرقه شلتها على جنب. اوكي، هي الرز عندنا انسلق نص سلقه. هلا رح اصفيه وابلش شو اعمل، اسقطه فوق الرز. هلا بصور لكم، هلا بدي اورجيكم كيف صفيت الرز. بسم الله، هلا رح احطه فوق المرقه زي هيك. شايفين ما احلى ما شاء الله. تضمنوا هيك بنات انه الرز معاكم يطلع مفلفل ونتري، ما بيخبص معاكم ابدا. بنخليه على نار مره هاديه، مره صرت احكي زيكم يا اهل السعوديه. خليه على راحته زي هيك، بنغطي الطنجرة وبنستنى ليفتح عشان نحط له ماء الكادي اللي حطيناه. بتقدروا تستخدموا الوان، بتقدروا تحطوا لون اخضر واحمر واصفر اللي بدكم اياه. اوكي، هلا شوفوا البرياني الاصلية بنحط لها بصل محمر زي تبع المجدرة بنعمله. اوكي، وكزبرة، بس هاي انا اليوم رح اكتفي فيه هيك. طبعا بتقدروا تعملوها مدخنة، بتقدروا تعملوها مدخنة. بتعرفوا اني نسيت املح الرز، رح احط له معلقة هلا هيك شوي على الوجه زي هيك. هلا لما احركه كله بياخذ من بعضه. تقدروا تقدحوا زيت للوجه، بس انا رح احط هيك دائره صغيره شوي لانه انا عامله ما شاء الله 6 كاسات رز. شايفين؟ هلا رح احط الكادي على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم، مع ماء الزعفران. زي ما حكيت لكم بدكم تغيروا لون الرز اكثر من لون تقدروا، بس بصراحه انا بكتفي بهذا اللون، بيطلع كثير حلو. اوكي، وبنرجع نخليه كمان على نار هاديه على راحته كمان 10 دقائق. بنات انا بالعاده بستخدم هاي الملونات الطعم من فوستر كلاركس، الاحمر والاخضر. الله المنظر ما شاء الله. اوكي، هلا حطيت الفحمه، بحطها انا هيك على قصديره، رح احط لها شويه زيت وعلى السريع بتغطوها لانها رح تعبي الدنيا. بسم الله، الله ما شاء الله، على السريع مغطيها.
اتركها 5 دقائق تتدخن بعديها عشان اسكبها ان شاء الله. هلا اجى دور السكب. شوفوا ما شاء الله منظرها، بسم الله الرحمن الرحيم. هيك شايفين الرز، شايفين الرز كيف نثري ما شاء الله. الله 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 الله. زي هيك خلينا نحركها شوفوا كيف شكلها. هلا بعد خلصناها شوفوا كيف الوانها ما احلى. نحط زبيب، طبعا هذا كله بنات اختيار زي ما انتم بتحبوا، يعني انا بحب احط لها زبيب. اوكي احط لها كمان اللوز. بنات تقدروا تحطوا لها رشه كزبره خضراء على الوجه، كثير بيطلع لونها بتسطل، كثير بيطلع لونها كثير حلو. وزي ما قلت لكم هذا البرياني مختلف عن البرياني الاصلي. البرياني الاصلي في خلطه معينه للدجاج بتنخلط على الخلاط اللي هي لبن وكزبره وتومه وهي القصص، تمام؟ وصحه وعافيه. هلا بورجيكم شكلها من قدام. شوفوا ما شاء الله